شعره يمكن كان عامل مشكلة. الاثنين حلقوا شعرهم ويليام بيرد، وهنا السد في تجربة أخيرة، فرصة أخيرة، ماسك إيده مارو. هنا مصطفى السد من غير دومينيك جيمز. أولى اللقاءات الهامة، وهنا جديد وهو اللاعب أوروس دوبنجاك اللاعب الصربي في أولى ظهور مصطفى عصام في صانع الألعاب، وبجواره هنا فيصل والتصويبة دوبنجاك. مصطفى عصام، فيصل أبو عيسى أصبح في التشكيلة الأساسية، ودي طبعا قيمة كبيرة جديدة، ثقة هذا اللاعب، لعيب في الشباب. وسلة أولى وتحرك وموف رائع. شوف شوف هنا الباص، هنا الأسس باص بدون على طول تفكير. التقدم الأول، التمريرات والباص كات جميلة جود رائعة يا عصام، قطعة روعة والباص الأسيست. شوف بالليف هاند على طول على اللوحة. سجل مصطفى عصام في نقل الملعب. التقدم للسد بثمانية. رصيد العربي اليوم تصويبة بثلاث نقاط فقط لجلوي. وأمير سلاف العكسية، التصويبة، يا سلام يا فيصل، فيصل يؤكد صحوة الزعيم. شوف 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 بثلاث نقاط قاتلة من أقصى الملعب لأقصى الملعب، والتصويبة هنا أبو عيسى ما يقدرش يمسكها ويطلع تاني في وسط العمالقة. 11 سد، 5 عربي، 5 دقائق عزيزي المشاهد. وهنا جرين والتمريرات، عصام، الثواني تمر والتصوير صوب، يطالب بالخطأ الشخصي، ولكن أورس هذا اللاعب الجديد دوبنجاك يصوب ويسجل. سجلها وحطها، غلطات الدفاع. وهنا التمريرات وفيصل يفضل والتصويبة. الله، إذن هو دوبنجاك أوروس يسجل من جديد، كان أحد من النجوم الهامة للعربوية في الجولة الأولى. جميع العربوية الآن ينتظرون وصول العربي للموسم الثاني على التوالي، هم حامل اللقب سابقا، ولعب في اليونان فترة كبيرة أيضا، المدرب يوناني، مدرب نادي السد، فهو اللي اختار هؤلاء اللاعبين. التصويبة قصيرة، يا سلام يا أبو عيسى، وقلبك يا فيصل، يا سلام سليمان، بسأل عليك، جيت على طول. خالد سليمان الغزال معاه المفاتيح، معاه الحلول، معاه عودة العربي على طول. لاعب المنتخب الوطني الهام جدا خالد سليمان، خالد سليمان مع العربي غير. هنا عصام والمخالفة، بالفعل مخالفة. سليمان في السماء يسجل ويقلص ويحافظ على الامال للعربي صاحب القدم الاولى في النهائي. وهنا الكيك اوت، فيصل معقوله، ابو عيسى ثاني، ضاعت لابو عيسى، له مباراه ان اراد ان يلعب النهائي مجددا، وهو حامل لقب البطوله السابقه عندما قابل الوكره في النهائي، في نهائي كان رائع ما بين الوكره والعربي الموسم الماضي، انتهى بفوز العربي. فالعربي يأمل في الوصول مرة جديدة هذا الموسم أمام الشمال، لكن السد مش سايبه في تسجيل هذه الرمية. الدفاع الضاغط الآن من العربي، الفول كور، البحث عن الدبل تيم دلوقتي، مان تو مان. مصطفى عصام طبعا أكيد الهارمونيك في السد مش هيكون على الشكل اللائق، هذا اللاعب الالعاب الفرديه الرائعه على طول الغير ناجحه. معمر تالا لاعب منتخب وطني ايضا، صانع العاب فريق العربي. مصطفى عصام، ميروسلاف، مصطفى فودا، وميرو من جديد. المحاولات هنا، اوروس، دوبنجاك، البساط، الوقت يمر، التصويبة القادمة، التصويبة غير ناجحة، ولكن السكند تراي، ميروسلاف
فيصل من الكورنر مكانه فيصل يا ابو عيسى، فيصل نبيل ابو عيسى يحقق الفارق الان، هو نجم الفطير. ومفاجأة عليهم غياب دومينيك جيمز في منتصف الفترة الثانية، ظلت هذه المفاجأة إلى نهاية اللقاء، ولكن ما سرعان عاد السد ودعم الفريق بهذا اللاعب المميز. وأيضا اليوم روح معنوية مختلفة هنا فيصل أبو عيسى. على فكرة فيصل هو والده رئيس الجهاز. يا سلام، أتولى من التركيز، تصويبات كتيرة بثلاث نقاط غير موفقة من فريق العربي، 33-17 عزيزي المشاهد للزعيم السداوي في هذا اللقاء الهام الذي يأتي في الدور القبل النهائي لبطولة الدوري. لا 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 لا, لا. اليوم غير، الله الله عليك يا ابو عيسى، ما شاء الله. شوف 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 الفولو رايح فين. وربي عزيزي المشاهد كان رقم هام في الحصول على الدوري وكاس سمو الامير في الموسم الاستثنائي الكبير للنادي العربي، البرونزيه بسبع لاعبين فقط، برونزيه ايه الخليج غير البطولتين المحليتين، كان هو نادي الموسم الموسم الماضي. هنا الوقوف، التصويب، لا لا مش ممكن بقى، مش ممكن ابو عيسى، ايد واحده المباراه النهائيه. لكن العربي اذا استمر على هذه التصويبات هيكون في مشكله كبيره ستقابل العربي. مصطفى فوده، الثقه عاليه، والكات والتحرك والتصويبه، هنا تصويب غير ناجحه ايضا لفريق العربي. نسب تصويبات للعربي 3/10 بينما السد 2/7، كلاهما نسبة غير زوية. ويسجل وهو طالب هنا الثري بوينت، انا شايفه طالبها من بدري، مركز جدا. اولى المتابعات من ناصر، لم يبدا اللقاء، ناصر فضل ان يتواجد المدرب ب 16 دقيقة خارج حاجة. مصطفى عصام، التمريرات، الانسايد لناصر، الكيك اوت، عصام وسط الغابة، ولكن هنا هذه المرة لديفين جرين اللي لسه بينقل الملعب، والبحث عن ابو عيسى، بقوا يدوروا على ابو عيسى. برافو يا فيصل، عمل هجمة جديدة وسكند تراي لفريق السد. فيصل هو هداف الفريق، فيصل 12 نقطة حتى الآن من الموجودين في الملعب. ومصطفى عصام، هذا اللقاء الهام، اللقاء الذي يؤدي هل لمباراة فيصل في حالة استمرار فوز السد أم العربي ينهيها. ونلتقي السبت القادم في نهائي الدوري، هذا ما سنراه في النصف الثاني من المباراة. السد متقدم منذ البداية، لقاء هو الأفضل للسد عن اللقاء السابق. هنا المحاولات، الهجمة الأخيرة، الانتظار حتى لا يعطي العربي فرصة، وهنا على طول الباس، الأسيست باس، استغلال لهذا الخطأ الدفاعي، يسجل هنا أوروس دوفنجاك السلة الأخيرة. 46 نقطة للسد، 33 للعربي، هي نهاية منتصف المباراة. ننتقل الآن هنا فيصل أبو عيسى، وهنا خالد سليمان، ويظهر هنا ويليام بيرد في التسجيل العربوية، الفارق يتقلص لعشر نقاط. فيصل يا سلام على الرسيان، برافو عليك هنا للمحترف الـ NBA اللاعب جرين، يسجل. لا لا لا، صفقة حتى نستمتع عزيزي المشاهد بلقاء يعد هام، لقاء تاريخي. لماذا تاريخي؟ يؤهل الفريق الذي يفوز اليوم. واذا وصلنا المباراه فيصل، الستيل ومصطفى عصام، بدايه جيده، والبلوك شوت على فريق قطر في جولتين، وصعد الى المباراه النهائيه مارو. وبرافو يا فيصل، فضل الهدوء. هنا التصويبه مكانه، لا ما جابهاش، سلام على الروح يا مصطفى. شوف فرق الاجسام، ولكن هنا الحماس، التركيز، الاجسام. مصطفى عصام يصور، وهنا
المتابعة هنا للسد والترانزيشن من جديد. لا 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 اتسرع فيها دي، بقول لك لا لا، على ان يسجلها لم يسجلها ولم يفعل. دانك عصام مرة اخرى، هنا التمرير، الله الله الله، لعبة جميلة للسدوية، نشوفها تاني. عصام الباص وهنا على البيس لاين، رجعت الحكام في منتهى الثقة والخبرات الآن. الاختراق سداوي، التسجيل خبرات، خبرات من ديفن جرين. ديفن شوف شوف، غير المباراة الأولى قلت لحضراتكم اتشرفت إن أنا أربع ثواني أعتقد هيصوبها من بعيد، ووقف صوبها والصافرة هنا. هنشوف الإعادة أو الأي آر إس هنا، هنشوف تاني الكرة أربع ثواني، هيشوفوا الإعادة. هنلجأ مرة جديدة هنا عزيزي المشاهد إلى الفيديو والتعديل الجديد من الاتحاد الدولي للجوء إلى الإعادة بالفيديو، تالي وتالت ورابع. شوف 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 الحكم الآن. سيمفونية الضياع، الثري بوينتس مستمرة للعرباوية. حاتم مملوك اكيد هيغير الاستراتيجي بتاعته ما بين الشوطين. لا لا، السد غير، السد غير. ماريو يغير اداؤه بعد ان غير قصه شعره، وهنا الاهتمام والسبين موف والتصويب. يا ولد يا ولد، لعيب كبير. كيرن اوفر العربي ابناء حاتم مملوك بالتشكيله المعتاده بقياده الغزال الاسمر خالد سليمان، وهنا بجوار جالوي صانع الالعاب الذي انضم مع نهايه الدوري، وهنا عمر سيك وويليام بيرد وتالا غير ناجحه وميرستاد. جالوي صانع الالعاب صاحب تاريخ كبير في المنطقه، وهنا كتير يرتكز ويسجل تحت السله، خطير بس ينزل هو تحت السله. تالا نيديفن او جرين ديفن، وجالوي يصوب. جالوي تصويبه كيفن جالوي يسجل اولى نقاط. شوف شوف 3 بوينتس رائع، جميله من عصام، جميله التمريره، بدايه جيده و بداية نتمنى المباراة تستمر كذلك أم لا. هنا تسجيلة جديدة من ديفن أو جرين دريل. ديفن لاعب كبير، لاعب NBA، وهنا يقابل الشمال في السبت 9/3 بمشيئة الله، الشمال الذي وصل لنهائي الدوري للمرة الأولى في تاريخه وبعد تغلبه تالا عن طبعا. إشارة من معمر تالا بتهدئة الملعب. خالد سليمان ينتظر الستار الكات. هنا ويليام بير يصور لا يسجل، ولكن خالد في المتابعة. يا سلام على السبين موف الجميل، وجالوي من بعيد ولكن لا. عدنا عزيزي المشاهد لاستكمال الفترة الأولى من المباراة في الجولة الثانية، الدور قبل النهائي للدوري العام. السد والعربي، العربي تصويبة واحدة بثلاث نقاط في أربع دقائق فقط هي حصيلة تسجيلات النقاط. عمر سيك يا صح، لكن ميروسلاف يخطئ في التسجيل. ترانزيشن سريع، خالد سليمان هنا الخبرات، البحث عن ابن سليمان، ولكن كالعادة قبل نهاية زمن الهجمة التسرع سداوي، العودة عرباوية. جلوي ينتظر خالد سليمان، خالد ينتظر هنا عمر ولقى الفرصة. وأخيرا هذا اللاعب عزيزي المشاهد قادم ديليفري، قادم على طول، قادم على المباراة، شاف الفرقة على طول، ما فيش وقت بعد إصابة دومينيك جيمس. دوفن جاك
أورسل اللاعب أرسيربي يسجل هنا. يا سلام استغلال للخطأ الدفاعي والسيوتش، وهنا على طول خالد سليمان شوف التمريرة على طول شكروا على الكورة. اللاعب الصربي 6 سنين محترف في الدوري اليوناني الرهيب، 5 نقاط في أقل من دقيقة، والمباراة هتلون كرة هنا وكرة هناك ومعمر تال من جديد العربي، هذه المرة مخلاف الجولة الأولى، السد يتقدم العربي يلاحق التصويبة ب3 نقاط قصيرة أكيد. مرة أخرى المحاولات للعربي للتعويض، خالد سليمان ويليام لخالد، خالد الفيك والخطأ الشخصي على هذا اللاعب أورس دوبنجر، أيضا احترف في بولندا في صربيا طبعا دي بلدي، فهو لاعب مميز صاحب خبرات. أنا شايف إن اندمج بنسبة مش قليلة ممكن في الدفاعات. هنا سيف الدوسري قرارا بتفرح القلب الألعاب الشباب الصغار، وهنا جلوي على طول تسرع هذه المرة ولكن تمكن من المتابعة لعمر سيك، فيصل أبو عيسى هنا ومصطفى، وجلوي فضل الدنك اليوم غير العربي لازم يفوق. فين سليمان؟ وصل سليمان خط، شفناه في بطولة الخليج الأخيرة كان أكثر من رائع، والبطولة العربية وده نجاح نتيجة قوة الدوري القطري أو تكافؤ المباريات كلها. أخذت المباراة الأولى قلت هو هيبتدي يكون ليه منظر مخالف في المباراة الثانية، في الفعل كان مستغرب، لكن خالد سليمان دائما حاضر الغزال سليمان. شوف الكرة الجميلة ما تدافع عليه ب1 ب2 إيسا، والمتابعة للعربوية هدوء 18 ثانية خلاص آخر ثواني الفترة الأولى. عزيزي المشاهد العربي يفضل التقليص في اللاست شوت في آخر الهجمة حتى لا يعطي السد فرصة في هجمة جديدة، ولكن لسه منذ قليل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى بعد تغلبه على فريق قطر في مباراة قوية للغاية، ولكن هنا العربي يتبقى السد بيحافظ، وهنا ميروسلاف اللاعب البوسني يسجل من جديد ويزيد الفارق إلى 10 نقاط. خالد سليمان، خالد الاختراق، خالد ذهب بعيدا بمنتهى. عدنا أعزائي المشاهدين واستكمال ما تبقى من الفترة الثانية، السد والعربي أفاق السد من صدمة كان عنوانها راح دومينيك جيمز، الآن هو يفاجئ العربي بالأداء، كان عندهم دروب روح مختلفة، أداء مغاير، المفاجأة على العربوية، ولكن الخبرات والهارمونيك ولا بد بيجيب ايديه الاثنين بيجيب الثلاثية ما بيضيعش، اذا هو النجم كما توقعت قبل ما يسجل اخر 7 نقاط لنادي السد، ولا زال لليد اليسرى 39-20 هي نتيجة هذا اللقاء الناري، لقاء تاريخي، لقاء يكتب في التاريخ، من سيصل إلى غير جيدة. الترانزيشن هنا لخالد رشدي ولكن الدفاعات والسكند تراي، وهنا الوقت المستقطع، استشعار الخطر من مدرب نادي السد. شوف شوف على طول خالد، على فكرة من مدة ما شفناش ترانزيشن، يشاهد هل السد يمنع العربي من الوصول للمباراة النهائية ويؤجل اللقاء للقاء حاسم يوم الثلاث أم العربي خلصها. خالد سليمان الغزال أكبر اللاعبين يذهب بعيدا، النهارده مختلف كتير أداء هذا اللاعب. خالد هنا يفضل انسايد بالظبط، خلاص هيلعب على طول، كنت بحكي وكنت بقول التصويبات مشكلة كبيرة في الاعتماد عليها، حاتم مملوك أدرى بأولاده قدر يعمل الادجستمنت، شوف على طول جالوي صانع الألعاب هو اللي بيستلم الانسايد 1-1 تالا من جديد 42-27
خالد سليمان من بعيد يسجل على اللوحة. إذا منظر حكمنا المميز أيضا إذا كنا اتكلمنا على سيف الدوسري، منظر أصلا رائع أيضا. هنا خالد سليمان من جديد يفضل الوقوف والتصويب والمتابعة، متابعة وأسيس باس. هو أفضل الأرقام في اللقاء حتى الآن، هو وفيصل أبو عيسى لاعبا المنتخب الوطني. لم يتمكن من الإمساك بالكرة، رجوع تاني لخالد أحد أهم اللاعبين إن لم يكن الأهم في العربي بال 15 نقطة وريباوند والأسيست والتصويبة أهي قصيرة المرة دي. لكن ويليام بير يتمكن للمتابعة لكرة السلة. دقيقة أخيرة نصل لمنتصف الجولة الثانية من الدور القبل النهائي، وجلاوي عد مخالفة ويحصل عليها الفريق الآخر. بالفعل الكرة مع العربي، العربي والاختراق. هنا التمرير خالد سليمان وفيصل هما نجم الفريقين. خالد أندر بريشر يصوب ولكن مع